موضوع اللي عايزين نتكلم فيه النهارده وهو موضوع حساس جدا جدا جدا، ويا رب يا رب ما حد يزعل مني، وعشان خاطري اسمعوني بقلبكم، اسمعوني بقلبكم، مش بودانكم ترجم في العقل غلط وتطلع، لا، عشان لما اي حاجه بتيجي جنب الدين بتخلي الواحد هجومي جدا. وطبعا احنا كلنا الحمد لله دلوقتي بقينا طيارات كتير جدا وافكار كتيره جدا، فما بنجتمعش على حاجه. الدين ورجل الدين، انا دلوقتي مش هتكلم من منطق ديني، انا هتكلم من منطق مش عايزه اقول اجتماعي، ولكن يعني الطريقه اللي المفروض نتعامل بيها مع بعض، عشان احنا عايشين مع بعض وكل واحد ليه فكره وطياره ودينه وطريقه معيشته ووجهه نظره في الحياه وطريقه عيشته، صح؟ يعني كل واحد، يعني في واحد مثلا بيصحى يفطر، في واحد بيصحى ما بيفطرش، في واحد بيفطر كوبايه لبن، في واحد بيجري، في واحد بيلعب رياضه، في واحد تخين، في واحد رفيع، كل واحد عايش في حياته. كل بيت في مصر اكيد ماشي بطريقه معينه، احنا مش ماشيين بيوتنا كلها زي بعض، وبالتالي برضو سلوكنا في الحياه وطريقتنا في العيشه وطريقتنا في وجهه نظرنا وديننا وعلاقتنا بربنا و كل واحد برضو مختلف. حتى لو احنا يعني بنعتق نفس الدين، حتى لو انا مسلمة وانت مسلم، كل واحد فينا عايش بطريقة معينة. في حد ملتزم جدا، في حد بيقول لا انا وسطي، في حد تالت بيقول لا انا مقتنع ان انا اعمل ده وما اعملش ده. عشان كده كل واحد هيتحاسب. ما احنا لو كلنا هنفكر زي بعض وكلنا هناخد الكتاب ننفذه وكلنا، ما فيش هيبقى حساب، صح؟ الحجاب من اكتر الحاجات اللي اكيد كل ست مسلمة في الدنيا نفسها تحصل لها. ولما الواحدة، لما كنت بروح دروس دين زمان وكانت واحدة تتحجب ونحط لها الطرحة، تلاقي الزغاريط والناس بتعيط من كتر ما هي مبسوطة وبتاع. ليه؟ لان لما بيتعمل عن اقتناع بجد، مش حاجه وراثيه، مامتي محجبه فانا اتحجبت، او حاجه ثقافيه لو اهل الحته هيقولوا لي عليا ايه لو انا عريت شعري. لو جت فعلا من القلب بيبقى نعمه من الله سبحانه وتعالى غير طبيعيه. لو فعلا جايه مش موروث ولا اب ضاغط على بنته، ولا لما تبقى جايه كده من جوه وخلاص، الواحد بيزهد الحياة وبيتخلى عن الدنيا وبيقول خلاص أنا هعمل اللي ربنا أمرني بيه. دي حاجة سهلة؟ لا، مش حاجة سهلة. إذا كان ربنا أنعم بيها على ناس، فيعني يا رب يا رب يا رب يا رب بدعي لك أهو من كل قلبي قدام الناس، يجعل نصيبي زي نصيبهم، وتجعل هدايتي زيهم. لكن النفس أمارة بالسوء، ويجي لك وساوس طول الوقت، اصل كنت حجبت هيعوقك في الشغل، لا اصل هتتخنق، لا اصل الواحد هيكتئب، لا ده مش ماشي مع طب فيها ايه، لا طول الوقت كده صراع مع النفس. وخصوصا انت متربي ازاي بقى، بيئتك ايه ونشأتك ايه وتعليم ايه، يعني بيبقى صحابك اللي حواليك فيهم محجبات او لا، عشان يعني الصحبه دايما بتساعد حاجات كتير جدا جدا جدا. فربنا يا رب يهدي جميع نساء المسلمات يا رب بالحجاب يا رب، لأنه أكيد فرض. احنا النهاردة مش بنتكلم على الحجاب، احنا بنتكلم على ان ازاي ممكن الواحد يحببك في الدين، وممكن واحد يكرهك جدا في الدين. ممكن واحد يحببك جدا في الحجاب وممكن يكرهك جدا في الحجاب. انا مره كنت بكلم مصطفى حسني من 4 سنين في التليفون، فاكره كويس قوي، كنت قاعده في مطعم في مصر الجديده مستنيه الكرو، وكنت عايزه استضيف مصطفى حسني، وكان ساعتها لسه مش مصطفى حسني يعني، ويمكن هو ما يعرفش الكلام اللي انا هقوله ده. وانا بكلمه في التليفون فبقول له انا عايزه استضيفك ومش عارفه، بيقول لي لا انا اصلا انا ما ينفعش اظهر لاني ماضي مع حد في برنامج وبتاع.
وفجأة ابتدى يكلمني في بقول له انا بس والله يا مصطفى انا متضايقه يعني ان انا مش محجبه وكده. الراجل كلمني بمنتهى السماحه والهدوء وقال لي هيجي بس اعملي كل مش عارفه ايه، وفضل يكلمني. عارف لما تقفل السماعه وانت مكسوف وحاسس ان الدين ده حاجه جميله قوي، وحاسس انك مقصر قوي ومكسوف قوي. ويمكن انا ما قابلتكش بقالي 3 سنين، بس انا بقول لك انا لغايه النهارده انا المكالمه دي بترن في وداني. وهو كان ساعتها صغير يعني، ولسه صغير يعني، مش بالسن قصدي، مش بالسن ولا بالدقن ولا بالجلابيه ولا بالحاجات دي خالص. هو ده بقى اللي انا عايزه اوصل له. هو مصطفى ده واحد بيلبس بدله وبيطلع شفوف الطريق الى الله، بستمتع بالطريق الى الله والله العظيم، ما عشان في النهار بستمتع بالبرنامج الرائع ده، برنامج رائع رائع، واللي بيقدمه رائع ما شاء الله عليك بجد. غير حد تاني اقسم بالله العظيم، انا اللقاء ده اللي هتشوفوه دلوقتي، الخناقة دي هي مش لقاء، ما كانش فيه ادنى نية انه يبقى خناقة. انا قلت في ناس كتير قوي بتتكلم عن الدجل والجن والحاجات دي وبتاع، وناس كتير بتقول لي هاتي نمرة الشيخ مش عارفة ايه. اقول لهم يا جماعة الشيوخ اللي بتتقاضى فلوس على الحاجات دي انا بعتبرها نصابة. وانا في يوم من الايام استضفت حد وانا يعني شايفة ان لا، محدش يلجأ لحد لعلاج الحاجات دي، يلجأ الى الله فقط. لكن انا عايز اعرف ايه الرقية الشرعية دي. فاستضفت ضيفي النهارده استاذ يوسف، الشيخ يوسف البدري، وكنت عايزه اكلمه عن الرقيه الشرعيه. والمعده دخلت تتكلم معاه وبتاع ومش عارفه ايه، وقعدوا يتكلموا وحاجات كده، وانا دخلت لابسه تريننج سوت مش في دماغي خالص. وقعدنا واتكلمنا كتير جدا مع بعض، وبعدين جينا نقعد، قعد وحط المايك ودورنا الكاميرا وجاي نقعد، قال لي البسي الحجاب وانا لابسه تريننج سوت. فقلت له البس الحجاب ليه؟ ما انا بتكلم معاك بقالي 3 ساعات، والست التانيه لابسه جينز وشعرها اصفر عينيها خضرا رنده دي زي القمر، ما هي قاعده معاك بقالها 3 ساعات اهي. يعني انا قبل كده لبست الحجاب مره في لقاء مع شيخ سلفي ايام امبابه، ايام اللي هي يقال عليها الفتنه بتاعت امبابه، وهي ما كانتش فتنه ولا حاجه، هي كانت توقيعه برضه، وكان الشيخ السلفيين موجود هناك، وانا احترمت الراجل ده جدا جدا جدا. انا اسفه جدا ان انا مش فاكره اسمه، بس انا لما قال البسي حجاب لبست الحجاب. عارفين ليه؟ عشان انا لما يجي راجل عايز يغض النظر، لو انا عامله ذنب معين وانا حاسه ان هو عايز يغض النظر، انا لازم احترم ده. زي ما بتحترم ان انت مثلا رايح جده ولازم تلبس عبايه، زي ما بتحترم، لازم تحترم برضه لو انت عايز تقعد مع حد لازم تحترم رغباته. بس الراجل الشيخ السلفي ده في امبابه ما بصليش، يعني اداني ظهره كده وقال لهم لا لازم تلبس الحجاب، ودخلنا بيته، دخلني على مراته الاول البس العبايه والطرحه واطلع اقعد، ما شافنيش والله ما شافني. على راسي منطق طريقه ومقتنع بحاجه معينه وعايز يغض النظر، ومن وجهه نظره انه لا يرتكب الذنب، فانا لازم احترمه واقول له لا هوريك شعر يعني غصب عنك، لا. لكن لما واحد يبقى قاعد يتكلم معايا 3 ساعات انا والمعده عادي، وشافنا واتكلم معانا وضحك وشرب وكل حاجه، وبعدين عشان هنظهر قدام الناس لازم اروح حاطه الطرح، فتحولت الى مسلسل. وبعدين من ساعة ما قعدت بسأل هجوم 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 هجوم، وكأني مش مسلمة، وكأني ست مش كويسة، وكأني حد بيني وبينه عداوة، مع انه كان ممكن يحتويني ويحتضني ويحببني في كل حاجة عايز يقولها بالطريقة. الشيوخ والدعاة دول اهم رسالة موجودة على الارض، أهم رسالة موجودة على الأرض، ولكن مفيش حد يقدر يقرأ القلوب،
ما تقدرش تحدد انا وحشه او كويسه من الزي اللي انا لابساه، لانك تبقى بتظلمني. مش كل المرتدين زي من وجهه نظرهم هو اسلامي هم كويسين، ومش كل المتحررين او ليبراليين ولكن برضو مسلمين يبقوا وحشين. يعني استاذ وحيد حامد وهو قاعد مع استاذ محمود سعد دلوقتي، لما قال له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال له جاء رجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو الإسلام؟ قال له قل لا إله إلا الله ثم استقم. قل لا إله إلا الله ثم استقم. انبسطت قوي إن أنا شفت أستاذ وحيد حامد بيقول كده، قل لا إله إلا الله ثم استقم. يعني إيه قل لا إله إلا الله ثم استقم؟ استقم يعني إيه؟ يعني اشتغل كويس، يعني اتقن عملك، اقعد مع ولاد، استقم بقى مستقيم يعني. ما قالوش ما فيش حد ما بيعملش حاجة حرام، لأن مش كلنا يعني مش كلنا داخلين الجنة ومش كلنا ملايكة، كلنا بنغلط، كلنا بنغلط والله. لو مين قال لي إنه ما بيغلطش؟ ما ينفعش، إحنا مش أنبياء، كلنا بنغلط وكلنا بنعمل حاجات حرام، بس مش إحنا اللي هنحاسب بعض، ربنا هو اللي هيحاسب. فالخناقة دي مع كل الاحترام للشيخ يوسف البدري مثال، لأن حد ممكن ينفرني من الدين، وإن لازم ظاهرنا يبقى زي باطننا، إن هو مبدأ لا يتجزأ. لو أنا ما بعملش ده مش هعمله ولا من قدام الناس ولا من ورا الناس، وإذا كنت بعمل قدام الناس ابقى جريئه كفايه ان انا اقعد هنا كده اقول انا ست بعمل خير وست بحب الناس وست حنينه وطيبه، ولكن انا ست مقصره. مش هقعد البس طرحه في البرنامج وامسك سبحه وانا مش مقتنعه او مش قادره او مش نابع من قلبي. ما ينفعش، لازم باطني يبقى زي ظاهري بالظبط، حتى لو الناس ما وافقتش عليه، لان في الاخر انا مش برضي الناس، انا برضي اللي خلقني. صح ولا غلط؟ تعالوا نشوف مع بعض. حضرتك عايزني اسالك ايه؟ بلاش التسجيل. حضرتك عايزني البس دي؟ طب ما هي مش محجبه بتتكلم معاها. ده البابا رفض يقابل جهاز، بس حضرتك مقابلها اهو، رفض يقابل جهاز مبارك. ما حضرتك بقى بتتكلم معاها بقالك ساعتين جوه وهي مش محجبه. لا الحجاب ده فرض وعلى راسي من فوق خلاص، بس مش حضرتك بتتكلم مع المعدة بقالك ساعتين جوه قاعد معاها في الاوضه من غير حجاب؟ مع رندا من غير حجاب. انا كنت قاعد معاها علشان خاطر اتحكم، انا قاعد معاها علشان لا خطر. المبدا قصدي يعني الموضوعات اللي، لكن هنا مدام الامر قدام الناس لازم نعمل الامر هيبقى عشان قدام الناس يعني كلام حضرتك ما كانش حضرتك، بس تفسير وصلها اللي في المكان في وسط لها خدها. انا حتى ما بصيش، انا ابص الناحيه لما، لان انا برضه ما اقدرش انظر لها كده. فيا ريت عشان طب هقول لحضرتك حاجه. يعني اصل انا على انه جمال نعم؟ عشان لا مش على انه جمال ولا حاجه، هو يعني انا اتمنى ان حضرتك تدعو. انا حضرتك لا يعني انا كنت اتمنى ان حضرتك تدعوني للحجاب في الحياه الحقيقيه، الحياه الواقعيه. لو انا امرت لا انا ما بتامرش غير من ربنا بمنكر لا انا يبقى الامر ده من الله سبحانه وتعالى. لكن انت لما تقولي المعروف انا اقول المعروف لا، قصدي اقول ان المبدا لا يتجزا. حضرتك قاعد معانا هو احنا مش محجبات صح؟ يعني عايزني البسها عشان هنظهر قدام الناس يعني، بس عشان يبقى شكلها كويس. توني خليفه من 4 سنين كان في دكتوره معرفش كده، ايه الفرق؟ حضرتك بتتكلم معايا اهو، جت قعدت انتهت اخر الحلقه بانها لبست حجاب. الكلام ده حصل؟ لا قصدي اقول ان حضرتك بره في الحياه الطبيعيه بتتعامل مع ستات مسلمات بدون حجاب. بعد لازم عشان نعمل لقاء اعمل كده؟ بعد اذنك، بعد اذنك لازم اعمل كده عشان هنظهر قدام الناس فنعمل تمثيليه يعني. منظري كده؟ يشهد الله انه ابهى. لا انا بقى متقبله وفي انوار متقبله اللي حضرتك بتقوله، وفي انوار وفي انوار شعت من هذه المناظر. متقبله اللي حضرتك بتقوله ده، ان حضرتك تدعوني وتهديني للحجاب عشان ارضي الله سبحانه وتعالى. لكن تتكلم معايا بره التسجيل من غير حجاب ونيجي قدام الناس على وش الحجاب؟ يمكن ما كانت تقرأش نهائي. ايه؟ مين قال لي؟ مين قال؟ ربنا هو الهادي يا استاذ ريهام.
طب يعني بس انا هحس ان انا ممثله شويه إن شاء الله. لو لبست الطرحه قدام الناس ده هحس اني ممثله شويه. انا سالتهم السؤال ده قلت لهم رجل ولا الساده لابسه حجاب؟ لا انا قصدي اقول ان في الحياه الطبيعيه حضرتك بتتعامل مع ناس مش محجبات. في مثل بيقول ايه؟ يعني بتتكلم معايا بقالك 10 دقايق من غير حجاب فهن ايه معنى؟ الايه؟ اذا عز اخوك فهن، يعني لما اخوك يكون عز على امره وعاوزه لين مش هتخسري حاجه. انا اصلا لن هتكسبي مش هتخسري. لا مش حكايه هيكون حاجه برضه مش فاهمني. هيشوفك لو انا كنت من اول ما دخلت من الباب حضرتك عملت كده وقلت خلاص مش هتكلم مع ستات مش محجبات كنت ماشي. يا بنتي ده حضرتك بقالك 3 ساعات بتتكلم مع المعده وهي شعرها اصفر زي القمر. انا بنتي عندي هنا في عينيا الاثنين انا ما بشوفش شيء كامل. طب يبقى حلو كمل كلامي. انا عندي في عينيا الاثنين اللي هي الميه البيضاء انا ارى كل شيء خورا وراء حتى كان الاخ شافني كان ماسكني انا ارى كل شيء من راس الدار. فاذا حبيتي مش عاوز يعني اقوم يعني لازم امثل على الناس يعني حاضر لا نمثل. اقوم يعني انا مش عايز اقوم خلاص البس لبس التمثيل يعني. حاضر انا ابن شيله كده للعربيه عشان اروح ابتدينا التمثيليه يلا في كويس يلا اتفضل. ايه اتحجب اكتر من كده؟ انا مش حاجه ماشي اهو كده اتفضلي كده اختلف. والله العظيم ما انا شايفك. طب ما والله العظيم انا اراك اصل انا البسها لما اكون في ستاره بيضه عشان ربنا مش عشان حد. انما انا احب انا بقول لك ان بابا روما رفض ان يقابل جيهان السادات. هو بابا روما ده ايه؟ بابا روما ده برضه الا اذا لبس حجاب ولبس حجابه قابلته. بس هو مش هيقابلها بره التصوير من غير حجابه وقدام التصوير هيلبسها الحجاب. لا لا من يجمعني بيك بره التصوير؟ ما اجتمعوا. الرقيه الشرعيه ايه؟ الرقيه الشرعيه حضرتك بتقوم برقيه شرعيه صح؟ رقية شرعية مالها؟ حضرتك بتقوم بيها صح؟ طب ليه؟ بيبقى اسبابها ايه؟ النبي قام بيها. بيبقى اسبابها ايه؟ ان كان النبي غلطان يبقى احنا غلطانين. النبي عليه السلام احنا مش بنهاجمك. رقى انا عايزه افيد الصحابات ورقوا وهو واثناء مرضه الاخير كان بيتنفس. ليه حضرتك حاسس بالاضطهاد كده؟ انا القران في هذا انا ما قلتش مين اللي عمل الرقية الشرعية، بقول الرقية الشرعية بتتعمل عشان بص القران بيقول ايه؟ قيل من راق أيمن الذي يرقي هذا المريض ليشفى عند الموت قبل أن يقدر أن يموت. ده القرآن بيقول كده. وبعدين المعوذات حضرتك مش سامع السؤال؟ وبعدين أنا بسأل حضرتك سؤال تاني. نعم. الرقية الشرعية يستخدمها المسلم عشان يقي نفسه يقي نفسه من إيه؟ ما أنا ما عنديش ما أنا عايز والله ما عندي والله ما عندي ما عندي يا أستاذ في البخاري ومسلم باب الرقية باب كامل في البخاري وكان في مسلم باب الرقية الشرعية في الباب كامل يا أستاذ لو أنت قرأتيه. أنا مش بقول الرقية الشرعية حاجة غلط بسألك إحنا عايزين نستفيد الرقية الشرعية بتتعمل عشان إيه؟ عاوز إيه؟ نستفيد بإيه؟ بقول لحضرتك الرقية الشرعية بتتعمل عشان إيه؟ وحضرتك جاي تتخيل عشان إيه؟ يعني إحنا كمسلمين نعملها عشان نتقي من إيه؟ من إيه؟ نعملها في أوقات إيه؟ عشان الحسد ولا عشان الجن ولا عشان ايه؟ انت مش عارفه؟ لا مش يعني لو عارفه يعني عاوزه مني معلومات؟ امال حضرتك جايين بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدي رسول الله وبعد فان الرق الشرعي شيء مشروع في الاسلام من اجل ان يشفى الانسان من امور سته. الأمر الأول القرين، قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. هذا القرين الذي يراقب الإنسان ويكون معه وسيكون معه في القبر ويوم القيامة. قال تعالى وقال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدي قول لدي وما أنا بظلام للعبيد. هذا أول شيء للرقية من القرين. إن إيه نتخلص الشيء القرين. الثاني للرقية من النظرة والنظرة غير الحسد. النظرة أي من الجن والنظرة والجن يحسد البشر تماما كالإنسان. وقد النبي صلى الله عليه وسلم رأى فتاة صغيرة بها نظرة فقال استرقوا لها أي هاتوا من يرقيها من هذه النظرة. كذلك الرقية من حسد البشر للناس. قال تعالى
قل أعوذ برب الفلق. ما هي دي رقية شرعية، هي دي آية رقية. من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد أي الساحرات، ومن شر حاسد إذا حسد. وقال قل أعوذ رب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. إذا برق الشيء ذات من الوسواس الخناس، الوسواس الذي يوسوس الإنسان ويزين له الباطل حقا والحق باطلا، ويزين له الشر خيرا والخير شرا، هذا الوسواس الخناس. وقال تعالى الذين يأكلون ربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ولذلك نحن نرقي من المس الشيطان كذلك، ونرقي من حسد الإنسان لما الواحد بيرقي هكمل كلامي ونرقي من ما يسمى بالنزغ الشيطاني. قال تعالى فقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. إخوة أولاد نبي يأمروا على قتل أخيهم ليتخلصوا منه، هذا نزغ شيطاني. قال تعالى هذا النزغ الشيطاني منه الرقية، ترقى منه المجموعة التي حسدت، وبالتالي يذهب الله هذه العين. آخر شيء اسمها الركض الشيطاني، يعني في أمراض إلى الآن لم يصل الطب فيها إلى أشياء. الطب موجود ما لا رقية، الطب عجز تدخل الرقية، لأن احنا أصلا مش حياتنا كلها مادية، نحن قبضة من روح ونفخة من روح وقبضة من تراب، وبالتالي قبضة من تراب لها علاجها والنفخة من روح لها علاجها. لما الواحد بيرقي رقية شرعية دي الشيخ بيلمس الست؟ لما ايه؟ لما الواحد بيرقي رقية شرعية دي بيلمس الست؟ بيعمل ايه؟ بيلمسها؟ بيلمسها يعني رقية يلمس إيه؟ يعني لازم تمسك دماغي مثلا عشان تعملي رقية؟ لا لا ما يلمسهاش من بعيد. لا ما يلمسهاش. والصور التي نشرت انا فين اللي في فين رندا يا رندا انا مش قلت لك هذا الكلام لا يجوز؟ قلت لك هذا الكلام لا يجوز، وهذا الكلام فيه قضية شغالة والحمد لله اتحبس البنتين لكذبهم وتزويرهم الصور. انا ما جبتش سيرة. ايوه انا بقول اهو حياتي بتفتح واتحبسوا وان شاء الله، بس معاهم في التنفيذ وان شاء الله في نقد، وباذن تعالى في النقد هيكون اللي مش فاهمه. يا بناتي ارجوك لو سمحتي هذا الكلام تعريض، هذا الكلام تعريض، يا غيري الموضوع، تكلمي في امور تهم الناس، تكلمي في امور عامه، تكلمي في حياتنا الواقع المهين، لكن ان تقولي هذا الكلام وتهزقني وحضرتك هذا الكلام تعريض. هذا الكلام تعريض. ثانيه واحده بس، حضرتك واخد 1000 جنيه عشان تيجي تزعق لي؟ بقول لك يا استاذ وتهزقني من ساعه ما قعدت، حضرتك مش بترد على السؤال جاي تتخانق. هتغير موضوعات ولا ما اقولش؟ انت بتهددني انت جاي؟ لا غير موضوعات. هو في رجل لا وسامحت غير موضوعات. انا بقول لك اهو غير الموضوعات، غير الموضوعات. حضرتك اللي بتشرط عليا يا استاذ غير الموضوعات. انا ما اتكلمتش موضوع في غير الموضوعات. بقول لك والبس الحجاب. لا مش لابساه، انا لابسه عشان ربنا، خلاص خلاص عشان ربنا خلاص، مش عشان حد. انا اشترطت قبل معه، ولازم انا عندي شرط يبقى عندك مبلغ وانت وافقت وضعت في الحجاب. تشيلي تاني ليه؟ لا انا ما وافقتش. ترجع في كلامك ليه؟ لا انا ما وافقتش. انت هكذا وبعدين لا ما وافقتش. وحجاب ايه اللي محطوط وشعري يا استاذ رندا؟ انا قايل لك هذا الكلام، انتوا جايبين الضيف علشان تمرمطوه، جايبين الضيف عشان تحرجوه. حضرتك انت عاوزه في قضيه حضرتك النهار. اللي بتزعق من ساعه انا انا رافع قضيه على النهار، انت عارفه كده كويس قوي، وهتنظر في مايو تاجلت عشان خاطر اغلق القناه. جاي فيها ليه؟ ما عايز تتكلم. انا رافع قضيه في النهار جاي ليه فيها؟ بناخد منها فلوس ليه؟ طب والله العظيم بتاخد فلوس ليه منها؟ وعايز يعملوا هذا الكلام مع القناه بتاخد فلوس واجر ليه؟ مش حضرتك واخد منها فلوس؟ والله العظيم انا بخاف. واخد فلوس ليه؟ ما حضرتك عايز تقفلها. انا مش جاي عشان هذه المرمطة. انت كلمتيني في التليفون ادي الناس اللي بترفع قضايا على قنوات الفضائية، وانسان 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 قلت لي وبتعمل تمثيليات على الناس. انا اسفة جدا ان في ناس بتتاجر بالدين كده. انا اللي هقوم مش انت. تاني هقول، لو اي حد بيحبني او بيشوف البرنامج ده او حتى بيكرهني يدعيلي ان انا اتحجب، ويدعي لكل النساء المسلمين انهم يتحجبوا
وان احنا نأدي فريضة ربنا على اكمل وجه، وان ربنا يا رب يدخلنا جناته من اوسع ابوابها. بس ده ملوش اي علاقة بان احنا نمثل على بعض، ملوش اي علاقة بان انا ابقى مستضيفة ضيف قاعدة بتكلم معاه 3-4 ساعات عادي وبنضحك وكل حاجة، والمعدة بتوطي عليه وبتقوم وطبعا ده معانا اوف كاميرا يعني ومش عارفة ايه وحاجات كده، وفجأة لما نقعد ونحط المايك ونبتدي الحوار عايزني امثل على المشاهدين ان هو عايزني ابقى محجبة قدامه. لا، المبدأ لا يتجزأ، والمفروض انك ما تخافش من الناس فتخاف من ربنا. ده اللي انا اعرفه وده اللي انا فاهماه. وعشان كده لما كتير قوي بهاجم ان انا ليه بتكلم مع الخير وليه بتكلم مش عارف ايه وانا مش محجبة، ما بيهمنيش، لان في الاخر انا في حوار صامت بيني وبين الله سبحانه وتعالى. نقيس بقى على هذا اللقاء حاجات كتير قوي بتحصل في حياتنا، ان احنا قضاء على بعض ودايما بنتهم بعض، ان يا عم ده بيعرفش ربنا، يا عم ده كافر، يا عم ده مش عارف ايه. يا عم انت ايش عرفك؟ انت ايش عرفك انا بعمل ايه؟ ايش عرفك انا حاسه بايه؟ ايش عرفك هو بيرزقني ومعليني ومخليني كويسه ومحبوبه ليه؟ ما هو ربنا عادل برضو. اذا كان الله سبحانه وتعالى سيبنا بحريتنا، هتيجي انت وتعمل علينا قاضي ليه؟ ولو انت مش عايز فعلا تاخد ذنب ان انت تقعد قدامي، انا محترمة ده جدا وممكن اتغطى كلي عشان انت ما تاخدش ذنب او تفتن، لان في ستات بتنزل لابسة حلو قوي عشان تفتن الناس مثلا، وفي ستات انا عمري ما نزلت الخارجي حاطة مكياج ولا لابسة عدل ولا انا مش في دماغي، لكن هنا ده انا زي موظفة البنك مش هيسمحوا لي في القناة اطلع غير وانا حاطة ميك اب ولابسة ما ينفعش، لكن في حياتي الطبيعية انا مش بعمل كده. فهو فكرة انه هيفتن حتى لو انا مش عاملة مجهود، لا لازم احترم ده. لكن لما تبقى بتتكلم معايا 3-4 ساعات عادي ومفيش اي حاجة، وبعدين اسألك السؤال ترد بهجوم، اكلمك في حاجة تكلمني في حاجة تانية، وبعدين تنهي اللقاء ليه قمت؟ قمت لان المكان اللي انا باكل فيه عيش واللي انا منتمية اليه واللي مشغل كل الناس دي ليه احترام عندي. لما يقول لي انا رافع قضية على القناة اللي انت بتشتغلي فيها وهقفلها، لازم اقوم، لان انا بحترم المكان اللي انا بشتغل فيه وبحترم القائمين على القناة دي جدا، واحدة منهم وبنتمي اليهم وبمثلهم. اما انت رافع قضية على النهار وهتقفلها، ودي معلومة اقسم بالله ما كنت اعرفها، لاني لو اعرفها اكيد اكيد مش هستضيفك. يبقى رافع قضية وعايز تقفل القناة وجاي تاخد فلوس منا وقاعد، انا ما كنتش هذيع اللقاء ده، ولكن شيخ يوسف صمم ياخد الفلوس وهو ماشي ومضلنا على وصل، والوصل طبعا معانا الفلوس والوصل، ده معناه الموافقة على اذاعة الحلقة. ليه قلت له انت خدت فلوس ومش عارف ايه وبتاع؟ مش للتشويه، لكن منين انت عايز تقفل القناه ومش محترمها؟ ومنين جاي تاخد منها فلوس وطالع فيها؟ المبادئ لا تتجزأ. نفس القضيه. احنا بنمثل على مين؟ على ربنا؟ ابقوا اقوياء وزي بالامريكاني كده بي يور سيلف. ما تمثلوش حاجه غيركم. يعني 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 ما تقولوش انكم حاجه وانتوا حاجه تانية. انا بحب الناس بعمل خير، لكن انا اكيد بعمل حاجات غلط كتير جدا اكيد، لان انا ما طلعتش لابسه جناحات بيضه على فكره قبل كده، ولا طلعت ماسكه سبحه، ولا طلعت لابسه نقاب. انا عمري ما تصرفت غير بطبيعتي وباللي انا مؤمنه بيه. واللي مؤمنه بيه ان الدين أول حاجة فيه هي المعاملة، وزي ما قلنا الاستقامة، قد إيه الواحد يدي عمله، قد إيه الواحد يدي غيره، قد إيه الواحد ما يختبش، ما ينمش، يبقى عايز يسعد كل اللي حواليه، يعرف ربنا بجد بأنه مش عايز يزعله منه، يبقى في حوار صامت طول. أنا بتكلم عن نفسي على فكرة، مش بدي مواعظ يعني،
لكن هو مش زي ولا تمثيليات، وانا مش هقبل ان حد يمثل عليا تاني. وارجو من كل الدعاء، الله يرحمك يا شيخ محمد متولي الشعراوي، الله يرحمك، الله يرحمك، الله يرحمك، الله يرحمك. لما كنت تقعد وتستمتع وهو بيتكلم وبيشرح وبيفسر ويفيد، بيفيد. يا رب يبقى يعني يا رب كل الدعاء وكل اللي بيزعموا انهم دعاء يحببونا اكتر في الحكاية، ما ينفروناش منها، لان الحكاية مش مستاهلة. يعني اوريدي احنا ما عندناش اي حاجة دلوقتي نتكل عليها غير الله سبحانه وتعالى، وما عندناش اي حاجة نرجع لها غير الدين، عشان ربنا يشيلنا من اللي احنا فيه ده. تعالوا نروح لفاصل ونشوف هنقدم ايه بعد كده. هذا البرنامج برعاية الموضوع بسيط قوي. كان اول مره اروح لسلوى صاحبتي، طلعت سلمت عليها مامتها، وامتها بتقول لي تشربي ايه، قلت لها اشرب مريندا تفاح اخضر. مامتها جابت لي ازازه، طبعا انا عشان نظري على قدي ما اخدتش بالي انا كنت بشرب ايه، اخدت